سار بيكلمها معاكم اندرو قناة جونان اندرو. النهاردة عايزين نعمل حاجة يعني تغيير في الفيديو اللي هو المشترك. المرة دي هنلعب جيم تي دي ام وان شاء الله نجيب يعني كلات اسطورية. فبس يعني استنوا الفيديو يلا بينا يوم الخميس ويلا بينا. المحريفة هنتنفخ. الرواية انا عايز كل واحد يكتب لي في الكومنتات هو تقييمه ايه في لعبة بابجي. انا تقييمي ماسي 3 واندرو تقييمه بلاتينيوم 3. عايز كل واحد يكتب لي الزلمة الله يشوف. عايز كل واحد يكتب لي في الكومنتات تيم ماتش ليتس جو حبيبي. انا مين اللي معانا في التيم الريزل ده؟ انا هكتب من صوته. انا عايز كل واحد يكتب في الكومنتات هو تقييمه ايه في لعبة بابجي. يلا بينا هنخسر من اولها كده. يا نهار اسود ايه الحرفنة دي يا انت شبح وكمان مش واد بيت. الاول انا لسه وانا مسهليش. التاني نفس البيت موتر بتموتيني تاني. انت بتموتيني مرة واحدة بس. التالت ايه ده يا ابني؟ معاك اندر مش هتخسر. ها مش معنى يعني ان انت تقييمك اعلى من ان انا مش حريف. الرابع هو الحاج يتقال اندرو احرف مني بكتير في التي دي ام. انا الاثنين عليا حرام. ثلاثة حيوني. طيب انا ما يا ابني مره انا جبت سكواد كامل في البتاع ده كان الاربع مش جامعين مع بعض جبته. اندرو حريف فشخ في التي دي ام لكن اعرف منه في الكلاسيك. ثلاثة حرام يا جدعان. ثلاثة مين اللي اعرف ان التاني في الكلاسيك؟ انا اعرف منك بس دليل التقييم عشان بتنزل تلعب تقييم. بس انت مثلا محروم ان انت تلعب تقييم. اربعة خمسة. عايز اجيب موسع لل ادي السادس. No mercy. سيبه ده يا جون ده بتاع يا جون. يا ابني ما اضربش عليه اصلا. شاطر هو احنا الاثنين عشان نوت. انت نوت انا اسيبهولك وتقول لي نوت. بحاول اتفادى الضرب وتقول لي نوت وموتك وموتني. الشبح ده بقى اللي عمال يموت الناس كلها. هو ده الشبح؟ مات الشبح. ادي جبت الشبح ده. اوعى يا كمبورة. مع الف سلامة كمبورة. انا حرفيا الاثنين بتاعي ضاع. مين اللي سرق مني كلها دي بقى؟ والتاسع بنت لذينة. شوف 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 واحد موت تاني فين مثلا. بلاش كمبر بلاش كمبر عشان دم. نجيبك دم. اوف خلصت طلب خلصت طلب. موتش ازاي؟ مين العبيط ده؟ ده معاك مين اللي سرق منك الليها دي بقى؟ ايه يا عم السرقة دي؟ حرامية. طيب نعمل ايه؟ يا عم انا مش عارف ازاي موتش اللقطة اللي فاتت دي. ايه؟ killing spree for the blue team. الله جايبه بالمسدس. يلا شبح. انا خلصت طال بس الام 4 وجاي قاعد اجيب بالمسدس. شبح دي طلعت لي كتير. انا وش هبقى الام في بي المره دي؟ كل خد صحه.
صحة صحة عايد هذا كمبورة كمبورة واحدة من فوق انا الام بتاعي تعبان ليه جدا خلاص المرة الجاية ننزل تدريب الساحة حرام يا جدعان انا بكره موضوع الريلود ده اصل معايا 30 طلقه ف حرام مش بلعب يلا بقى قربنا نرسل جيم نار يا ابني معاك اندرو عايز تخسر يا ابني حرام عليك بدليل او شيت جبني بترور ابن اللذين لما هو معايا اندرو فلازم اخسر 14 وسرقت مني كلك انا المفروض ابقى 15 انا 9 يا عم اوحش حاجه السرقه في التي تي ام ايوه السرقه سهله بلو تيم فيكتوري تمام كده انتهت وزن يا جدعان ايوه يا عم يا ابني قلت لك يا ابني اربع مسرورين منك انا المفروض اكتر بس مش عارف اللي حصل ده يلا ندخل الجيم تاني ونرجع يا شباب نكون رجعنا في الجيم التاني ويلا بينا هات الانفور المره ده هيبقى تدريب ساحه عشان لو الاستاذ جون ما عندوش الموسع يا اخي هات الانفور يا اخي انت غلس غلس قوي رقم اتنين مين رقم اتنين تمام احنا لسه هنبدا كل اللي عملته ده راح تقريبا تيم ماتش ليتس جو يا ابني كنت عايزين ننزل مباراة فريق خلتنا ننزل ده عشان خاطر الموسع عارف لو ما جبتش كده 32 كيل خلاص يبقى سيب لي انت الجيم والعب بعيد وانا هجيب لك 32 كيل تمام هسيبه لك اول كلاية انا واحد اهو مين اللي سرق مني الكلاية دي بقى؟ انا مين اللي سرق مني التالتة بقى؟ مش انا موت في شبيحه يا اخي انا برجع بدون مين بعد عني يا جون عشان ما تسرق مني الثلاث كله تسرقها انا ما عملتش غير كله واحده اصلا اما مين اللي ما تسرق مني وانا مهالي يا ابن اللذينة اخيرا يا اخي كده في بتين عم تبقى دي ثلاثه عمر طيب بسرعه انا ما تسرق مني بهبط ايه ده اربعة لا بس يا جون بعد يا جون خمسة هلا والعب طول في ايدي هيبقى اضعف الكلات دي بمراحل شيت 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 يا جماعة ايه رأيكم في فكرة ان انا او ان انا واندرو مثلا نعمل روم انا وهو ضد بعض ما بلاش عشان هتتهان ده قصدك على نفسك انت ولا ايه؟ ستة يا ابني ده انا اللي معلمها لك يلا يلا انا بلعب من قبليك بقى اربع سيزونات يا ابني انا بص انا محملها من السيزون الثامن بس كنت بكره ببجي يا دوبك بلعبها في السيزون ده انا كنت بلعبها من السيزون السابع بس في الحساب ده بس كنت بلعبها من السيزون السابع في الحساب اللي خد بنت شيت نفجر انا وهو مع بعض ده المسلسل الاختيار عارف اللي هو فجرني معاه نحن مسيطرين عارفين ايه بقى قصة البند اللي جون قال عليها عشان جون قاعد بيفجر في كل اصحابه فالكل بلغ عنه واخد بند يبطش لا قاعد يفجرني على فكرة انا بفتخر بالبند دوات انت بتفتكرني نازل عليه انك خدته انا بفتخر فيه ويا ريت ندمان قاعد بتسجلني بعديها عشان تاخد بند الثالث لا انا ده زي جايزة نوبل بالنسبة لي ان انا اخد بند ان انا افضل اصحابه سيبونا عمر ده سيبونا عمر الله يخليكم سيبونا عمر انا مسروق مني حتى الان سبعة طب سيبونا اخد هيلث بس الله يخليكم شوية هيلث بس اوف الحمد لله بياخد هيلث عمر ده بالمرة كده عشان ادخل لكم حرارة الام 7 في القريب ما عندكش يا مرحمين جيلين ورا بعض وموت الواد التالت موتني من تحت انت كام كيل انا 11 انا 8 بس مسروق من تحت على فكره
بتبطل مسؤول زيادة عشان حاسس ان انت اصلا ما بتسرفش منك حاجة. يعني انا بعملك فضيتهم طلقة اللي اخدوا مني طلبوا طلقة واحدة بس ومات 13 انت مخلص فيهم غزينة اساسا. يلا بقى ربنا عوض. Reloading. لا جبت اللي خالص. لاي تارجت داون. الله يريلود ده بيحط الضوابط عليه. مين بقى اللي يا رقم اتنين بعد عني يا اخي على ايه انت اللي عامل فيها كده؟ والله ما ورطت عمير والله ما ورطت عمير جلبت خليج ليك مش عارف هو عامل ايه طيب الواد ارمى بيموتنيش الواد بيفجرني معاه فاهم؟ بيجي الجمل اللي فيه لغايه ما تنفجر ويقعد يقرب مني عشان نموت احنا الاثنين مع بعض. داس على اللي تخرج مني حرام انا 15 انا عندي علامه المساعده 9 بامانه 9 كان فاضل لهم ضربه ويموتوا 15 يا ابن اللذين استنى عليا لغايه ما اعمل ريلود وبعد كده موتني براحتك. لو قدرت تموتني بعد ما اعمل ريلود موتني. ما تموتنيش وانا بعمل ريلود استغل الفرصه. بلو تيم فيكتوري. اخد ضربه معايا واعلى كلات معايا والام بي في معايا. طب شوف طيب انا مرات المساعده ايه؟ شوف انا ستة. مرات انا ستة انا طيب. فارس. انا ستة انا المفروض ابقى 23 كيل. وانا 10 طب ماشي المفروض ابقى اعلى منك برضه. ايه يا ابني ده بس جيم نار نار انا لو نختم بره ماشي جيم نار يا شباب نار انا مو سلام استنوا مني الفيديو بتاع يوم الخميس في ماينكرافت ان شاء الله وسلام. استنوا اندرو يوم الخميس في الجيم حماسي جدا ماينكرافت هو بيحضره لكم تعبان جدا في الجيم دواتي والفيديو ده عشان يحضره فريت تدعموه في الفيديو بتاعه ويلا بينا مع السلامه ونشوف واندرو شوفكم يوم الخميس وانا اشوفكم يوم الاحد واستنوني واستنوا اندرو واستنوا احنا الاثنين مع بعض يوم الثلاثاء الجاي يلا مع السلامه سلام باي.